بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. موعدنا النهارده مع الاصحاح السادس من سفر الرؤيا. هنقرا مع بعض الجزء الاولاني من الاصحاح السادس ونتامل فيه ونشوف التغذيه الروحيه اللي ربنا يبعتها لنا من خلال هذا الجزء. ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الخطوم السبعه، وسمعت واحدا من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت الرعد: هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أبيض وجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا: هلم وانظر. فخرج فرس آخر أحمر والجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا، وأعطي سيفا عظيما. ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا: هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده. وسمعت صوتا في وسط الأربعة الحيوانات قائلا: ثمانية قمح بدينار وثلاثة ثمان شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا: هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسمه الموت، والهوية تتبعه، وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. نكتفي بهذا الجزء من الإصحاح ونبتدي نتأمل مع بعض في الرؤية اللي شايفها القديس يوحنا الرائي. زي ما قلنا قبل كده أن يوحنا شاف سفر مختوم، وفي هذا السفر أخبار عن مستقبل الكنيسة، ولكن هذا السفر كان عن يمين الله، وده في حد ذاته له معنى. معناه ان تحت عينين ربنا، يعني ربنا ضابط الكل، يمسك كل زمام الامور بيديه ويوجه الاحداث بحسب قدرته وبحسب حكمته وبحسب رؤيته اللانهائيه، بما فيه خلاص نفوس اولاده ومصلحتهم. وتاني نقطة إن ربنا بيهتم بكل ما يدور في حياة أولاده. وكون إن السفر عن اليمين، اليمين دايما يرمز للقوة، وكده ربنا عايز يطمننا إن إحنا محفوظين في إيده بقوة عظيمة. وكل الأحداث اللي بتمر علينا في الكنيسة في المستقبل كلها بتدبير من ربنا. وربما بعد كده سفر الرؤيا يحدثنا عن ضيقات وأتعاب كتيرة هتقابلها الكنيسة، لكن في النهاية ربنا بيحولها للخير. وهنا ربنا بيطمننا أن كل الأمور في إيده، وأن الكنيسة محل عنايته وحفظه، وتحت عينيه يمسكها بيمينه ويدبر أمورها كأحسن ما يكون. وشفنا أن هذا السفر كان مختوم بسبعة ختوم، وحكاية سبعة رقم الكمال، وسبعة خطوم يعني كمال الغموض، يعني محدش يقدر يعرف ولا يدرك المستقبل ولا حكمة ربنا وتدبيره للمستقبل، ولا يعرف ليه ربنا بيسمح بهذه الأحداث، وليه ربنا إيه حكمة ربنا أنه بيحل الشيطان. لكن نجد من الله في محبته بيكشف لأولاده بعضا من هذه التدابير، زي بالظبط ما في حادثة سدوم وعمورة ما بيتكلم ويقول: هل أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله؟ فالله أحيانا بيكشف لنا ما يحدث في المستقبل من ضيقات، ولكن بيكشف لنا أيضا يؤكد لنا انتصار الكنيسة في النهاية، عشان كل ما ده يتحقق نتأكد إيماننا وثقتنا في شخصه القدوس. وهكذا المسيح أيضا في حياته على الأرض كان ينبئ تلاميذه بما يحدث لهم من آلام. ابتداء من الإصحاح السادس ابتدى ربنا يكشف عن هذه الخطوم إنها تفتح، وحتى تعرف الكنيسة ما سوف يمر بها من أحداث ويتحقق من أحداثها تمر بالكنيسة. فكان يعني ربنا يقصد إن الكنيسة لا تضطرب ولا تنزعج،
هو ضابط الكل، هو عالم بكل الأشياء قبل ما تحدث، وبيتحكم في الأحداث عشان يحافظ على الكنيسة. فعشان كده ما نخافش من الأخبار المزعجة، لأن رب السفر محطوط عن يمينه، محل اهتمامه ورعايته وتدبيره، وكل شيء محفوظ أمامه وهو يدبر كل شيء. نرجع للنص. ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة، سمعت واحدا من أربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد هلم وانظر. فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. عامة الختوم اللي هنشوفها كلها السبعة كلها بتدل على أحداث تاريخية وحقب زمنية مرت على الكنيسة. ويعني هنشوف ابتداء من الختم الثاني قد إيه الكنيسة مرت بألمات وقامت ضدها حروب كثيرة جدا، ولكن نرى في النهاية أن الكنيسة تنتصر، عشان الكنيسة مفروض أن هي ما تخافش من الألام ولا من أخبار الألام، لأن القرارات في النهاية كلها والأحكام في إيد ضابط الكل. ابتدى النص هنا بيتكلم على الصوت اللي سمعه يوحنا أنه كصوت رعد. ليه اشمعنا صوت الرعد؟ عشان يعلن عن القدرة والقوة اللي بيها بيسند المسيح الكنيسة. والمتكلم هنا الحيوان الأول اللي هو على شبه أسد، وهذا يليق به الأسد إن هو لما يتكلم إنه يرعد بصوت قوي، طبيعة الأسد يعني. والمسيح هو الأسد الخارج من سبط يهوذا، بيدافع عن كنيسته، بيدافع عن أولاده زي الأسد ما بيدافع عن أشباله. عشان كده يعني ما يصحش إن إحنا نخاف ونرتعب من عدو الخير، أو قدام نضعف قدام الخطية ونيأس، لأن المسيح بقوته بيسندنا. وهنا التعبير الجميل بقى اللي هو خرج غالبا ولكي يغلب. خدوا بالكم، فهذا المسيح الغالب احنا نستطيع ان احنا نغلب الشيطان ونغلب الخطية بقوة المسيح إلهنا اللي هو يعطينا هذه الغلبة. محور الحديث هنا بيدور حوالين فرس أبيض، والفرس الأبيض ده بيشير للكنيسة، الكنيسة اللي هي مفدية بدم المسيح، اتبيضت تبررت بدم المسيح وصارت بيضاء. وهو فرس لأن دي كانت عدة الحرب في هذا الوقت يعني، وإحنا في حرب مستمرة مع عدو الخير، ودايما الفرس لا يهاب المعركة يعني. بص تلاقي في معركة شديدة ولكن الفرس داخل بشجاعة وما يخافش ما يترددش يعني. الجالس عليه بقى على الفرس ده، الجالس عليه هو شخص السيد المسيح اللي بيستريح فينا وبيقود حياتنا وجهادنا ضد الشيطان. وشاف معاه قوس، والقوس هنا ده من أدوات الحرب، ومن دي أدوات الحرب اللي المسيح هيحارب بيها عدو الخير اللي هو الصليب. القوس هنا يشير للصليب اللي المسيح غلب به الشيطان. وقال عليه خرج غالبا، والمسيح غلب الشيطان في معركة الصليب، داس على الشيطان وسحقه في معركة الصليب. ولكي يغلب بقى هيغلب ده فينا احنا بقى، هو غلب على الصليب، ولكي يغلب ده احنا بقى فينا لما نتحد بيه وناخده، فيبقى المسيح اللي جوانا يغلب الخطية اللي برانا، والمسيح اللي ساكن فينا يخيف عدو الخير اللي بيحاربنا من بره. وقد أعطي إكليلا، فالمسيح هو ملك على القلوب، ملكوت المسيح في قلوبنا، كل قلوبنا نحن المؤمنين باسمه هي كرسي لمملكته. وهو تاريخيا الفرس الأبيض ده بيشير للكنيسة في العصور الأولى، في كنيسة الرسل الأولى، فترة الفرس الأبيض ديت. وهنا القوس ده بيشير للكرازة بالكلمة، قوة الكرازة بالكلمة اللي صوبها الآباء الرسل الكارزون وعلى قلوب الناس، وكسبوا بها مؤمنين كثيرين في الإيمان بالمسيح وحطمت قوى الشر. ده التفسير التاريخي. لكن التفسير الروحي بقى هنا الفرس ده بيشير للكنيسة
في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر المسيح بياخدها ويبررها ويبيضها بدمه، يغسلها ويقودها عشان تحارب وعشان تغلب. نكمل بقية النص. ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا هلم وانظر، فخرج فرس آخر أحمر والجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا، وأعطي سيفا عظيما. هنا دخلنا على الختم الثاني، واللي كان بيتكلم هنا الحيوان الثاني اللي هو على شكل عجل، والعجول دايما في العهد القديم كان تقدم ذبائح، والدم هنا إشارة لدم الشهداء اللي بيقدموا نفسهم على مذبح الحب الإلهي. وعشان كده نلاقي الفرس اللي هنا كان لونه أحمر، لون دم الشهداء. تاريخيا الحقبة دي تشير لفترة الاستشهاد اللي ابتدت بحلقات الاضطهاد العشر من أول نيرون لحد دقلديانوس، انتهت بموت دقلديانوس. ودي الفترة اللي جت بعد كرازة الآباء الرسل، زي ما الفرس الأحمر جه بعد الفرس الأبيض. لكن عموما يعني الاستشهاد هو سمة من سمات الكنيسة في كل العصور. احنا كنيستنا القبطية لحد النهاردة بتقدم شهداء، لحد النهاردة بكل فخر يعني، بكل إعزاز وبكل يعني تذكار لأبائنا الشهداء القديسين دولت، ننحني ليهم يعني ونقدر دمهم الزكي اللي بيسفك من أجل حبهم للمسيح. وقال كده معلمنا بولس الرسول: جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى يضطهدون، في المسيح يسوع يضطهدون. وما ننساش أن أبائنا الرسل كلهم ماتوا شهداء ما عدا يوحنا الحبيب، آخر واحد هو اللي مات موتة طبيعية، بداية من يعقوب أخو الرب لحد آخر رسول، كلهم قدموا أنفسهم شهداء من أجل المسيح. وعانت الكنيسة كثيرا جدا، أولا من اليهود ثم بعد كده من الدولة الرومانية. فالفرس الأحمر ده يشير لفترة الاضطهاد الروماني. هنا بقى عايز أشير لمعنى في التعبير لما جه بيقول إن هذا الفرس أعطي أن ينزع السلام. ينزع السلام مقصود به السلام الخارجي، يعني السلام الداخلي ما حدش يقدر ينزعه، لكن الشهداء، وده بدليل بقى الشهداء لما راحوا لساحات الاستشهاد كانوا متهللين وفرحين وبيرنموا وسعداء جدا، لكن ممكن أعطي السلطان أنه ينزع السلام الخارجي. وأعطي سيفا عظيما، فكان الشهداء في أيام الرومان يقدموا بالآلاف، يعني كان بكميات كبيرة جدا تتقدم للاستشهاد. أنا رحت مرة زرنا إسنا، فقالوا أن كان بتقدم فيها جموع غفيرة للاستشهاد، مدن بأكملها كانت بتتقدم للاستشهاد. إذن فالغلبة هنا ليست أن الإنسان ينجو من الموت، ولكن الغلبة أن الإنسان يثبت في الإيمان حتى النهاية. فالفرس الأحمر ده عبارة عن الرومان، أو يعني المضطهد للكنيسة، والجالس عليه هو اللي بيقوده ويحركه، هو الشيطان بالتأكيد اللي بيثير الاضطهاد على الكنيسة. نكمل. ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلم وانظر، فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزانا في يده. وسمعت صوتا وسط الأربعة الحيوانات قائلا ثمنية قمح بدينار وثلاث ثمان شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. هنا بنتقابل مع الختم الثالث، واللي فتحه اللي هو الحيوان الثالث اللي هو على شبه الإنسان. وهنا بقى لما العدو الخير فشل في حربه ضد الكنيسة، انه أصار عليها الاضطهاد والاستشهاد، غير أسلوبه لنشر البدع والهرطقات. وهنا بقى ده اللي بيشير إليه الفرس الأسود في الختم الثالث لما فتح.
وتاريخيا هذه الحقبة هي فترة البدع والهرطقات في الكنيسة. بعد ما انتهى عصر الاستشهاد دخلنا في فترة الفرس الأسود اللي هو فترة البدع والهرطقات اللي ظهرت في الكنيسة بعد الفرس الأحمر، ولأن الهرطقات بتيجي بفلسفة الحكمة الإنسانية والكبرياء الإنساني، الغرور والمناقشات الغبية اللي بتدخل الإنسان في الإلحاد وفي البعد عن الله. فارتبط هذا الفرس الأسود بالحيوان اللي هو على شبه الإنسان. عشان كده مثلا إحنا في التحليل اللي بنقراه للمعترفين مثلا أو في الصلاة، هو عبارة عن ثلاث تحاليل. الأولاني بنقول فيه أعطيتنا السلطان دوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، اسحق رؤوسه تحت أقدامنا سريعا، وبدد عنا كل معقولاته الشريرة والمقاومة لنا. معقولاته الشريرة اللي يقصد بيها منتجات العقل اللي هي تقود إلى الضلال وتقود إلى البعد عن الله. فالبدع والهرطقات كلها عبارة عن كلمات بيستخدمها عدو الخير، والإنسان يشوف إن هي مقبولة وما فيهاش حاجة، ما فيهاش كذب، لكن الإنسان لو انجذب ليها يخالف تعليم الكنيسة ويخالف الإيمان المسلم لنا مرة من القديسين، ويسير في طريق الهلاك اللي هو الفرس الأسود. لونه أسود، دول الهراطقة اللي مشوهوا الإيمان، والجالس عليه اللي بيقوده هو الشيطان طبعا. تقولي طب ما معاهم ميزان، ميزان غش، بيغشوا بيه كلمة ربنا وبيحرفوها وبيغيروها ويملؤوها بالكذب، وبدل ما تبقى كلمة ربنا للعزاء وللشبع والفرح وللراحة، تبقى تعمل نوع من المجاعة ونوع، وده اللي بنشوفه في العالم كتير قوي، تظهر فلسفات غريبة وأنبياء كذبة واتجاهات جديدة، ويقود وراهم شباب بالألاف. وفي إحدى المرات رأينا مثلا إيه في أمريكا، ناس راحت انتحرت، شباب راحوا ألقوا نفسهم للهلاك بعد ما لقوا وعود كاذبة، جات لهم وعود كاذبة إنهم هيشوفوا النعيم لو انتقلوا من هذه الحياة، فذهبوا للهلاك. ففترة الفرس الأسود دي فترة البدع والهرطقات اللي سادت المسيحية بعد نهاية عصور الاستشهاد. وحتى كانوا من ضمن الهراطقة والمبدعين دول، كانوا فيهم بعض الناس من الكهنوت، من القساوسة والأساقفة والبطاركة حتى كمان، طالت هرطقتهم كل شيء، حتى لاهوت السيد المسيح ولاهوت الروح القدس، وشوشوا العقول، وأصبحت الناس كأنها في مجاعة عظيمة. وهذه البدع والهرطقات أظلمت عقول الناس، عشان كده أشير ليها بالفرس الأسود. برضو هنا في معنى جميل لما بيقول ثمنية قمح بدينار. الثمنية دي عبارة عن ميزان، واحدة ميزان، قياس ميزان، اتنين رطل يعني أقل من الكيلو، وعشان كده بتشير للمجاعة، بتشير للمجاعة. والدينار ده إيجار يوم، فيعني عايز يقول بالكلمة دي إن يعني العامل ياخد إيجار يوم يدوبك يكفيه عيش حاف، عايز يقول كده إن الناس في مجاعة كبيرة جدا. وحدثت مرات عديدة المجاعات ديت يعني، وكانت كلها لتأنيب الناس من أجل العودة إلى الإيمان بالله، زي الابن الضال ما لما جاع ابتدى يفكر إنه يرجع لأبوه. وعادة يعني القمح أكل الأغنياء، لكن الشعير هو أكل الفقراء. وزي ما قلت لكم أن الدينار ده أجرة يوم للعامل، فيعني عايز يقول أن الأجرة اليوم يا دوبك بتكفي أكل العيش. لكن يقول أما الزيت والخمر فلا تضرهما. الزيت ده يشير للروح القدس، والخمر يشير للكرمة، ثبات في الكرمة وإشارة للفرح. الخمر يشير للفرح، فاللي ثابت في الكرمة يعني ثابت في المسيح هيعيش في فرح وفي تعزيات الروح القدس، محدش يقدر يمسه. اللي يثبت في الإيمان
يظل ممتلئا بالروح القدس وبالفرح ولا يستطيع أحد أن يمسه. نكمل بقية النص من إبداء من العدد 7 و8. ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا هلما وانظر، فنظرت وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاوية، تتبعه وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. الفرس الأخضر في بعض الترجمات على فكرة ما جاش حتة إن لونه أخضر يعني، لكن بعض الترجمات جابته إن لونه باهت كده، لونه مش باين يعني. وحتى في النص الهولندي جايب معنى إن لونه رمادي أخراو، يعني لون رمادي باهت كده، واخدين بالكم؟ والترجمة القبطي جابته بمعنى إن لونه أصفر، واخدين بالكم؟ فهذا الفرس بيشير لفترة هتنتشر فيها بدعة أو هرطقة ليها طبع الإيمان، ليها صفة الإيمان يعني، ولكن بطريقة مخشوشة يعني تزييف للحقائق. هل هي إشارة للأريوسية اللي بتؤمن بوجود الله بالمسيح لكن لا تؤمن بألوهية السيد المسيح؟ فهي باهتة يعني هي فترة في الزمن كانت باهتة جدا، واللون الأخضر اللي مايل للصفرة دوت لون الموت، والجالس على هذا الفرس اسمه الموت. ولكن كنيسة المسيح مبنية على أساس الإيمان السليم بأن السيد المسيح هو ابن الله، والمسيح أعلنها صراحة أن لما سأل بطرس وبعدين رجع قال له أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، يعني على إيمان أنه هو ابن الله، بمعنى أنه هو الله أيضا، بمعنى كده يعني. لكن بدعة أريوس جت أفسدت الإيمان وامتدت في كل العالم، والكنيسة قدرت أن هي تقاومها وقدرت أن هي تضحد هذه البدعة بقيادة أثناسيوس اللي بعد كده بقى بطرك الكنيسة القبطية. الحيوان الرابع على شبه نسر، والنسر دايما يشير للاهوت، وعشان كده بناخد النسر ان هو إشارة لإنجيل يوحنا، لأن يوحنا كتب إنجيله أن نؤمن أن المسيح هو ابن الله ومن يؤمن تكون له حياة أبدية. فالنسر يدعونا أن نؤمن بألوهية السيد المسيح ولا ننجرف وراء الهرطقات هرطقة أيروس، وفي هتكون بدعة ضد المسيح في نهاية الأزمنة لإنكار لاهوت المسيح، وهيحصل اضطهاد للمسيحيين. عشان كده قال له سلطان بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. والكتاب المقدس تنبأ عن هذه الفترة وقال في سفر دانيال يكون زمان ضيق لم يكن منذ أن كانت أمة إلى ذلك الوقت. وهكذا الكنيسة عانت على أيدي هرطقة أيروس. الفرس الأسود يشير للهرطقة وانتشار البدع والهرطقات، لكن الفرس الأخضر اللي ظهر هنا اللي هو الباهت دهوت بيشير لهرطقة انتشرت في شكل حاجة دينية يعني تخص إنكار لاهوت السيد المسيح وتزيف الحقائق. ونشروا هرطقتهم بوحشية وبقسوة وبالحروب وبالقتل وبالهلاك يعني. كده بقى احنا يعني خدنا الأربع خطوم الأولانيين، أقدر أقول لكم ملخص سريع ليهم. يعني احنا اتكلمنا على كل ختم كان فيه فرس، والفرس بيشير للحرب وأداة الحرب، ويوحنا شاف الخطوم الأربعة خيول فدي إشارة للحروب. الفرس الأبيض إشارة لحروب أولاد الله بقيادة المسيح ضد إبليس. الفرس الأحمر إشارة للحروب الدموية والاستشهاد اللي كرستها الدولة الرومانية اليهود الأول وبعدين الدولة الرومانية ضد الكنيسة. الفرس الأسود هو حرب
البدع والهرطقات ضد الكنيسة، وقد تكون مجاعات أيضا. الفرس الأخضر اللي هو لونه باهت أو لونه رمادي باهت يعني، بيشير لحرب ضد الكنيسة بالسيف، وخاصة بإنكار لاهوت السيد المسيح. شفنا كل الحروب دي في الخطوم الأربعة والنفوس اللي بتموت في استشهاد لأجل المسيح. هنشوف بقى بعد كده النفوس دي هتروح فين، هتنتظر فين يعني. ولو بنسمع أخبار صعبة فبتبقى الغرض من هذه الرؤية أن احنا نطمن أن المسيح اللي مات حبا فينا هو اللي بيفتح هذه الخطوم، وهو اللي بيتحكم ويسيطر على الأمور، وهو قوي كأسد. عشان كده احنا ما نخافش ونطمن ان احنا في ايده محفوظين. اخبار مزعجة من الخارج، لكن من داخل القلب في سلام وفي ثبات في الإيمان. والمسيح قال في العالم سيكون لكم ضيق، وهو غلب العالم وبيغلب العالم اللي فينا. احنا بكده ننتهي من الجزء الاولاني من الاصحاح السادس. اشكركم ونلتقي ان شاء الله في مره قادمه في بقيه الاصحاح السادس. شكرا جزيلا، مع السلامه.